الله أكبر. بعد الحملة العسكرية الشرسة التي تعرضت لها منطقة المرج في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وتقدم قوات النظام إلى بلدتي ميدعة والبحارية، نزح نحو 2500 عائلة إلى داخل الغوطة نتيجة القصف المكثف من طيران النظام ومدفعيته الثقيلة. نحن تهجرنا من بيوتنا من منطقة المرج، وراحت بيوتنا والقذف كل يوم على بيوتنا وأراضينا، وراحت كل شيء لنا هنيك، ما ضل لنا شيء. وتهجرنا على هالبيوت هاي اللي ما فيها لا أبواب ولا فيها شبابيك ولا في شيء، لا حطب لا عندنا غاز لا في شيء. ويعني شوف تعينكم شلون بترت اجري من وراء القذف وضرب، وطول النهار هنيك ما عاد حسنا نعود. النازحون لم يجدوا مأوى لهم، فافترشوا العراء وبنوا خيما بما توفر لهم من مواد في الطبيعة، وبعضهم وجد له مكانا في المنازل المدمرة دون أن يضع في حسبانه أنها قد تنهدم على عائلته في أي لحظة. وزاد في معاناتهم أيضا قلة المواد الغذائية في الغوطة عموما نتيجة الحصار، وخاصة أنهم خرجوا من بيوتهم بما استطاعوا حمله على عجل. تعرضت المرج لضرب يعني بحملة عسكرية قوية، ضرب من طيران ومن قذائف وما، فهالعالم كلياتها حاولت النزوح وتدور على بيوت، ما في بيوت، فحاولنا ننزح لأقرب بلد، يعني جينا نحن لبيت سوا، فكانت الحملة يعني قوية والضرب قوي، فأكثر من 1000 عائلة هاللي مشوا، يعني من شدة النزوح ما في بيوت زيادة نهائيا، فأخذنا بيت وضربته الطيارة كمان حتى هون، وحاولنا أن ننظفه ونعود فيه. حملة النظام الأخيرة ضيقت الخناق على المدنيين من خلال تقدمها إلى منطقة المرج، السلة الغذائية التي يعتمدون عليها في مدن وبلدات الغوطة المحاصرة منذ أكثر من سنتين تقريبا، ناهيك عن الازدحام السكاني الذي ساهم في معاناة أهالي المنطقة التي استقطبتهم.